السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا شباب، التلاجة ديت شغلنا احنا، ديت تلاجة صيد وكرسي في الوقت نفسه اهي، تمام. انا المفروض ان الفيديو كان عنوانه الطريقة الصحيحة لعمل تلاجة الصيد وكرسي بأقل التكلفة وأقل الأسعار. طبعا الموضوع خد مسار تاني خالص، العيال الصغيرة في الفيديو فصلتنا. نوعدكم ان انتوا ان شاء الله هتتعلموا وهتضحكوا. وقبل ما نبدأ بالكرسي دوت، اهو 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 ده كده ايه الكرسي. خليكم معانا ان شاء الله فيديو كويس بإذن الله. حصل له حل على الجربندية. لو انتوا عايزين تعملوا تلاجة الصياد والكرسي واي حاجة، لو انتوا عايزين تشوفوا الحلقة اشتروا لايك وفعلوا الجرس واستمتعوا. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عاوزين تقعد على جرابينية السمك. اشتروا لايك. عاوزين تشوفوا اسمعنا يا شباب. عاوزين تشوفوها في الفيديو بتاع السمك. لو انتوا عايزين تشتروا لايك وفعلوا الجرس واستمتعوا. لو انتوا عايزين تتفرجوا على الحلقة واشتروا لايك وفعلوا الجرس كمان عشان كده تتفرجوا على حلقة عم سامح كلها. السلام عليكم ورحمة الله. اتفرجوا على حلقة الحولي واحنا بنذبحوه. خلاص بقى اتكلم انا بقى، ماشي اتكلم انا بقى ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. بص يا جماعه، ان شاء الله هنعمل لكم دلوقتي، احنا هنصلحوا الجربندية. احنا لسه هنعملوها. ايوه لسه هنعملوها ونطلعوا الجرب. لو انتوا عايزين تشوفوا الفيديو عم سمح بك، لو انتوا عايزين تتفرجوا على فيديو تلاجة الصياد اشتروا لايك وفعلوا الجرس. تمام. ولو عاوزين تشوفوا فيديو الصيد شوفوه. اشتغلوا بقى خلاص. طبعا يا رجاله يا مصممه تطلع على اليوتيوب وتعمل فيديو، فما قدرتش عليهم بصراحه يعني، فقلت نحل بيهم الفيديو ان شاء الله. هنعمله باذن الله ومشيت ان شاء الله يا جماعه. خلاص بقى نتكلموا بقى عشان الناس بقى. لا نتكلم تاني. ايوه اتفضل. النهارده يا جماعه هنعمل الجربديه هنصلحوها. يا ابني احنا لسه هنعملوها نصلحوا ايه؟ جماعه اسمعوني بقى، عم سامح جايب الحاجات دي وحط الواحده الثانيه والثانيه هحطها. اشتروا لايك وفعلوا الجرس. لو انتوا عايزين تتفرجوا الحلقه اشتروا لايك وفعلوا الجرس واستمتعوا. طبعا مش هيفصلوا. يلا بينا على ورشة عم أمين النظلي، خليكم معانا. طبعا يا جماعة دي ايه ان شاء الله اول حاجة في التلاجة بتاعتنا او الجربندية بتاعتنا. السلام عليكم. الجيركن. طبعا احنا جينا هنا للمنقذ بتاعنا، طبعا عم أمين النظلي لغاية الحمام. ربنا يبارك له. اول حاجة هنعملوها ايه؟ اتفضل عم أمين. طبعا اخويا ابو يحيى وحبيبي طلعت في دماغه ان هو يعمل جربندية بقى ايه بمساء، عايز يعمل حاجه كده بيتي، حاجه على ايده. فيجي لمين؟ يجي لعمه امين. حبيبي عمو امين. ماشي. فاحنا النهارده قطعنا اهو، علمنا مكان الباب الاول وهنبدا نقطعه بالصاروخ. طبعا ايه ما ننصحش اي حد يمسك الصاروخ، فممكن بكتر بسكينه سخنه ولا حاجه تقطع بيها، بس انا عشان متمرس وكده. يا جماعه احنا بنوصل الفكره بتاعت الجربنديه عشان تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الناس اللي هي بتحب الهاند ميك، اللي هي بتحب تعمل شغلها بايديها، بعد ما يشوف الفيديو ده ان شاء الله هيقدر يعملها هو بنفسه لو هو حابب. احنا طبعا عشان عندنا امكانيات الصاروخ موجود فاشتغلنا بالصاروخ، لو ما فيش زي ما العم امين قال ايه هنشتغل بقطر، هنشتغل باي سكين. طبعا انا عملت الحته اللي بالعرض دي كده، ما عملتش اللي هم الجنبين اللي هم ايوه هنا كده، عشان لما تقعد عليها تبقى الرجول دي شايله. الله ينور عليك. اصل الله ينور عليك يا معلم، لازم برضه تشغل دماغك اصلي قبل ما تعمل. احنا زي ما قلنا يا جماعه احنا عشان عندنا امكانيات، ولكن اللي هو بيحب شغل الهاند ميك يقدر يعمل الكلام ده كله من غير العده اللي معانا دي. انا عامل واحده انا من الالف للياء، بس بتاعت انا عاملها بالحديد برضه عشان عندي امكانيات الحديد ايه جمعتها بالحديد. طبعا دلوقتي هنزود عمال عشان كده احنا شايف.
طبعا هنزود هنا دعامات برضه عشان دي تبقى شايله، عشان ده كده هيبقى عصب عشان لما حد يقعد مثلا لو في حد تقيل ولا بتاع زي حالاتي كده يعني بطاتش. اه زي حالاتك كده بس بطاتش التلاجه. ايه هتعمل بتاع ده؟ لا كنت فاهم ان انتوا صورتوا. ايه طبعا يا شباب المسامير ديت اسمها مسامير شك، بتبقى بنفس المنظر ده ما بتدقش عليها، يا دوبك بتحطها بس وبتشتغل بيها. على فكره المسامير دي برضو ممكن بقى يا جماعه احنا الفل دوت طبعا سواء قديم او جديد، يعني هو لو جديد هتلاقي مثلا اللوح بتاعه في حدود 15 او 20 جنيه. هنعمل ثلاجة الصياد ولا هنعمله لكرسي الصياد؟ الاثنين، الثلاجة والكرسي. طب حصل؟ اه هتشوف دلوقتي ده هيشتغل. استنى وقت كبير عشان نعمله ننامه. طب حصل يا عمي؟ لا ده هيشتغل كرسي وهيشتغل ثلاجة هتشوف دلوقتي. يا جماعة شيل لايك وفعل الجرس، بس خلي بالك لو سمعت صوت تاني ياسين مصمم يبقى يوتيوبر، وشوف الثانيه برضه هو اللي خلينا معانا هنا. هنبدا بقى ان شاء الله يا جماعه نفصل الايه، نقطع الفل ده على قد الفوارغ دي. هنبدا انا كده ايه واحده واحده كده، يلا خليكم معانا. يا مريم فشك ثاني، ما انا هفكك. طبعا زي ما قلنا لو هتعطل في شغل النجاره وحابب تعمل تلاجة بأقل الأسعار، كفاية عليك إن أنت تقفل الجيركن دوت بالفل، هيشتغل معاك 10 على 10. تمام يا شباب؟ أنا مش عارف هو بيصنع كرسي ولا تلاجة، أنا مش عارف. طبعا يا جماعه بعد ما فصلت الفل زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه دي كده اهي، دي جماعة الجربانديه بتاعتي. تمام، لسه فاضل لي القاعده برضو هنحط لها فل. جماعه انا بالصدفه انا عندي رول زي ده كده في البيت، اللي واخد لفه ايه لفه عليه كده. جماعه دي الجربانديه بتاعتي، بابا عامل ايه عشان هو عنده جربانديه وانا عندي جربانديه. ماشي بنلف طبعا بنفس الطريقه دي. انا مش حابب نطول في الفيديو عشان الحاجات دي ساعات بتاخد ايه وقت على الفاضي. بنلف باللزق والاسترتش كويس خالص، وبعد كده بنبدا نجيب قماش برده كل حاجه هنستخدمها من البيت ان شاء الله، لان احنا الفكره بتاعتنا ان احنا نعمل ثلاجه صيد باقل التكاليف. يعني على فكره الفيل ده انت ممكن تلاقيه في الشارع، لو ما لقيتوش في الشارع اي محل تلاجات ممكن تاخد منه حته الفل ده ب 10 جنيه. الجيركن برضو يعمل له 5 جنيه او 10 جنيه. لو ما عندكش شويه الخشب قلنا هتعمل على الجيركن مباشره الفل، هتستخدمه تلاجه بس مش هينفع تقعد عليه. ولكن لو عايز تعمله تلاجه وكرسي يبقى هتعمل له الايه؟ الخشب ده. هنقفل انا بقى بقيه الاسترتش واللزق ونيجي عند القماش نبدا نقول لكم ايه الخامات اللي هنستخدمها تاني. خليكم معانا. كنا ظابطين له برضو عند عم امين النظلي حته الخشبه ديت املكاش على قدها، حطيت انا الفل ده كده اهو. تعالى يا حياتي اطلع. طب انا جرب اشوف كوش يا بابا. علي عايز تطلع كمان، فكره يحيى كان بيلعب. يلا اطلعي. والجوه انت بالراحه بس اوعي ايدي واجي اختك. بس عندك انت بقى؟ ليه؟ نكمل. يلا انزلي يا لؤ. انا عاوزك. هي كده ايه يعني مع القعده هتبدا الفل ده يتطبع ان شاء الله عليها. خلاص تمام كده،
انا كده جهزت كل حاجه، فاضل لي ان شاء الله باذن الله الجايش بتاعها اللي هو الذراع او الايد بتاعتها، وهنرجع نقفلها ايه قماش. هي كده تقريبا يعني خلصت خالص كده ان شاء الله باذن الله، تقريبا كده خلصت خالص، فاضل لنا بس ايه بقى شغل القماش والكلام ده، هنوريكم برضو هنعمله ازاي ان شاء الله. خليكم معانا، خليكم معانا ان شاء الله. طبعا هنجيب البروفر ده، انا كنت اقصه كده، هنيجي ايه نلبسه لها بالمنظر ده كده. ده بيساعد معايا مع الفل، بيديني تبريد ايه كويس مع الفل. وانا برضو مجهز القماشه دي، هنيجي برضو ايه نفس المنظر الجميل ده كده لففها، وهنيجي ندبس الاتنين في بعض. لحظه كده نجيب الدبابيس، نجيب الدبابيس بتاعتي. طبعا انا شاري علبه الدبابيس دي زي ما انتم شايفينها كده، سعرها ب 15 جنيه، فيها 275 دبوس. معايا طبعا شاكوش، هنبدا بقى نعمل ايه. خليكم معانا. بنشتري قشاط زي ده كده، دوت سعر المتر فيه برضه ب 2 جنيه، انا شاري حته متر ونص ب 3 جنيه بس. بعد ما بنلف القماش وانت شفتوا حته الصوفه، بنفتح خرم زي ده كده وبنيجي ايه نعدي فيه ايه الحزام بالطريقه دي كده زي ما انتوا شايفين. بنعدي القشاط ده كده، بس بعد كده بنبدا نديله دبوسين وبنرجع نلمه بايه بالخياطه. هنخلصه ونرجع لكم. طبعا يا جماعه بالنسبه للمقبض ده خرمنا له خرمه اهو زي ما انتم شايفين، ورجعنا ايه فتحناه. احنا هنبقى نجيب فل هنا لسه، بس انا عشان عايز ننهلكوا الفيديو ده. والمقبض اهوت خرمت برده خرمه ورحت ايه عامله من هنا. طبعا هو بيتفك كده اهوت، هو ليه سن يعني، ليه سن اهو، والمقبض اهو انا كنت معديه. نرجع نلمه ايه نلمه تاني. تمام كده انا خلصت التلاجة بتاعتنا خالص اهي باقل الاسعار. يعني انا مش عايز نقول لكم، مش عايز نقول لكم صرفت عليها كام. تمام، والقشاط اهو بتاعتها، الشنطة اهي. تمام على البركة يعني ما شاء الله. تمام دي ان شاء الله نهاية الفيديو. متنسوش لو عجبكم الفيديو وتعملوا لنا لايك، اشتركوا عندنا في القناة. كان معاكم اخوكم سامح الخوالقة، قناة منوعات رحال. السلام عليكم.